اهلا بيكم في فيديو جديد من قناه تفجير وتدمير. على فكره يا جماعه، الاضاءه ديت بتاعت كشافات الليد اللي كنت جبتها يوم البلاك فرايداي، اللي هي كشافات اللي باور اللي هي ال 20 واط، على فكره الاضاءه بتاعتها حلوه بس لما تكون من بعيد، يعني شوفوا الوقت الاضاءه بتاعتها عامله ازاي، بس هي عشان تبقى اضاءه يعني اضاءه 100 100 واضاءه ممتازه، اضاءه احترافيه، لازم يكون متركب لهم تريبود، اللي هو التريبود اللي بيتحط عليه الكشافات الليد ديت، موجوده على امازون بس بصراحه هيكلفني كتير شحن وكاميرا، فمش هقدر اجيبه دلوقتي يعني وكده. عامه النهارده بقى يا جماعه هنفتح علبه حامل الكروما وهنطلع المحتويات بتاعتها ونبتدي نركبه. اول حاجه معانا، بصوا دي الكرتونه بتاعته اهيت، تمام، اهي من جوه عباره عن جراب وجواه القطع بتاعه الحامل. تعالوا نطلع الجراب نفسه. دي يا جماعة المحتويات بتاعت حامل الكروما. أول حاجة عندنا هو التريبود بتاع الحامل، هو طبعا بيبقى فيه 2 تريبود، ده التريبود الأولاني، تمام، أهو ده التريبود الأولاني. طبعا في هنا المفاتيح دي عشان أقدر أعلي الارتفاع زي ما أنا عايز، اخدين بالكم، زيه زي اي تريبود عادي، زي التريبود بتاع الكاميرات والكلام دوت، بيبقى فيه ايه عشان تظبط الارتفاع زي ما انت عايز. ودوت التريبود التاني اللي هيسند الحامل من الجنب التاني اهوت، برضو نفس الكلام، برضه نفس الشكل بالظبط اهوت، وفي المفاتيح طبعا دوت. يا جماعه بصوا، بنقوم ايه، بنقوم نفتحه كده كده اهو، بصوا يا جماعه بنفتحه كده، يقوم ايه الرجلين تتفتح معانا كلها اهوت بالمنظر ده، بيتحط بالمنظر ده على الارض، تمام، دي كده هحطه على الارض اهوت. والتاني برضه نفس الكلام، هنفتح الرجلين بتاعة التريبود. لا ايه، بصوا بتداس كده افضل من فوق، ندوس كده تقوم ايه تتفتح معانا تلقائي، ودي هركبها في الجنب التاني. بصوا يا جماعه، يبقى انا كده قمت بالخطوه الاولانيه، معلش يا جماعه المشمع مقطع والدنيا بايظه عندي، بس بصراحه يعني مش لاقي وقت اوضب الدنيا ديت واظبط الدنيا، معلش فيما بعد ان شاء الله هظبط الدنيا اكتر من كده. اول حاجه ده التريبود الاولاني اهوت مسنود على الارض، تمام، وفي الناحية التانية هتلاقوا التريبود التاني اهو. كده انا مجهز الحوامل بتاعت الايه، بتاعت ال يعني التريبودات بتاعت حامل الكروما. طبعا هنبتدي بقى ايه نظبط الابعاد، طبعا هفتح من فوق اهو، هفتح من فوق واقوم ايه برفع، بنرفع دي كده، بصوا بيدي معانا بقى ايه ابعاد. طبعا ده كده الرفع دي كده مش كافية، انما يعني لازم نعلي اكتر من كده، تمام، هثبت بس ديت، هدوس على المفتاح التاني اللي تحت واقوم رافع المستوى التاني، فتحت المفتاح التالت وهطلع بالمستوى التالت كمان كده. يا جماعه يبقى انا ظبطت الايه التريبود الاولاني اهو، بصوا ارتفاعه وصل للمرحله ديت. تعالوا بقى نظبط التريبود التاني. بصوا يا جماعه، ده الشكل النهائي للتريبودات بعد ما فتحت الثلاث مستويات اهوت، ده الاولاني وده التريبود التاني اهو، وفتحت برضو الثلاث مستويات اهوت. كده انا جاهز بقى ان انا ابدا اركب الجزء اللي فوق بقى. اخر حاجه موجوده معانا في الكرتونه هي العارضه، اللي هو العارضه اللي بتتحط بالعرض فوق بقى الايه، اللي بيتشال عليها الكروما ذات نفسه، اللي هو اسمه ده اسمه البار، تمام. ده الجزء الاولاني من سوري كنت هطير الحامل. بص يا جماعه، ده الجزء الاولاني من البار، طبعا نقدر نزود العرض زي ما احنا عايزين، بنفتح كل واحد بقى حسب الاوضه بيظبط الايه العرض حسب المكان اللي هو عايز. لو بتصور في مكان كبير هتحتاج تفتح دي مسافه كبيره كده يعني، بس دي واحده. وديت الثانيه اهي برضه نفس الكلام، ايه بتتفتح وتتقفل يعني حسب برضو.
بصوا يا جماعة، هو من الواضح إن دي بتتكبس جوه ديت أهو، شايفين طبعا الفتحة اللي هنا، بدوس على الزرار دوت عشان ينزل معايا، حلو أهو، لحد إيه ما تك كده، وبكده الحمل عندي أصبح جاهز، الحمل أهو بالكامل، أقدر بقى إيه أوسع العرض وأضيق زي ما أنا عايز، تمام؟ طيب هوريكم بقى دلوقتي. هوريلكم بقى الوقت من فوق. الحمل ده شكله مش هيقعد معايا كل شويه طياره. المهم تعالوا بقى من فوق نشوف هنعمل ايه. المفروض هنركب بيت اهو كده بعد كده نقوم اهو كده يا جماعه، انا ربطت من الجنب ده خلاص كده الجنب ده تمام حلو. تعالوا بقى من الجنب التاني. بصوا يا جماعه، احب بس اوريكم حاجه الاول. ده كده شكل حامل الكرومه بعد ما تركب، بس انا لسه ما ربطتش من الجنب التاني. ليه بقى؟ عشان لسه هحط الكرومه الاول قبل ما اقفل. طبعا يا جماعه انا هركب الكرومه ديت اللي كنت جايبها من امازون، اللي هي الكرومه من النوع ملبر. هنطلع الكرومه اهيت اهيت. طبعا يا جماعه هو انا شايف ان في من فوق ثواني كده انا شايف ان في فتحه اهي عشان الماسوره تخش فيها، اهي فتحه عشان ادخل الكرومه في الماسوره. هو انا بستغرب الكلبسات اللي جوه دي لازمتها ايه طالما الكرومه هتخش في الماسوره، بس يمكن عشان مثلا لو واحد مش عايز يقصر شويه يقوم يحط البعض اللي هو عايزه ويقوم ايه شابك، لو انا عايز اتنقل كرومه او كده مثلا. تعالوا بقى نركبها. بصوا يا جماعه، هو انا رحت قفلت الماسوره اللي هناك دي، قفلتها ودي اللي فتحتها عشان الاسهل لي اركب الكرومه من هنا. هطلع الماسوره دي كده وهركب من جواها الكرومه اهو زي ما انتم شايفين. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين انا خلاص ركبت الكرومه. هي حلوه ان هي مش عكس الحاجات اللي وراها، يعني بصوا الحاجه مش مبينه الحاجات اللي في الاوضه عشان تتفصل كويس. هو بس اللمبه بس هي اللي طالعه، بس مش مشكله لان كده كده الكاميرا هتبقى في المستوى ده، مش هتبقى بالارتفاع العالي ده. وكده كده الكراتين اللي ورا اللي عامله ظلال، انا هشيل الكراتين دي خالص. وانا شلت الكراتين بس مازال في ظلال مش عارف دي بتاعت ايه. الظل ده جاي من ايوه عشان لسه الاضاءه مش متظبطه. خدوا بالكم يا جماعه في انعكاسات على الكرومه، يعني الظل بتاع الكاميرا اللي هي اللوجيتك ظاهر على الكرومه، الظلال بقى اللي هي بتاعت الشاشه والحاجات دي ظاهره على الكرومه. كل ده هيتشال مع الاضاءه بقى لما تتظبط. احلى حاجه يا جماعه ان انا اخترت مقاسات الكرومه اللي هو يا دوبك على قد احتياجي، ما جبتهاش كبيره قوي اللي هي الكرومه اللي جبتها من امازون. بصوا يا جماعه البعد يا دوبك على قد اللي انا محتاجه بالظبط. بصوا اهو عشان ما اقعدش اتني واطبق والكلام ده اهوت. وفي النهايه اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش بقى الدعم يا جماعه، الله يكرمكم عشان خاطر انتوا شايفين المجهود اللي انا بعمله عشان خاطر القناه وكده. يا ريت لايك وسبسكرايب وشير، وشكرا جدا ليكم، والى لقاء اخر في فيديو جديد. باي.